صوت وارتكازات ناضجة وأداء متقن كان وراء انتقاله إلى المرحلة النصف النهائية، فهل سيمثل سوريا في المرحلة النهائية؟ هذا رهن أدائه الليلة مع المتسابق الأخير في مرحلة النصف النهائية إياد بسام مهرة من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي
فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى بعد استماعنا لتلاوة طيبة من المتسابق إياد بسام مهرة من سوريا. طيب الله لكم الأنفاس، وأنتقل مباشرة إلى فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي، لكم الكلمة. حياك الله يا دكتور، حياكم الله، الله يبارك فيك. مرحبا بك من سوريا إلى العراق. الله يبارك فيك، حياك الله. قرأت بشكل جميل وجيد وجذاب، الله يبارك فيك، ولكن نصك فيه بعض الصعوبات، فتأثرت بهذه الصعوبة التي وجدت في نصك. ولكن في الآية الأولى لم تكن الآية طويلة لكي تقف وتعطي معنى الإطلاق للإباحة. هذه الأوامر أوامر إرشادية كما ورد في هذه الآية، تعرفون الأوامر الإرشادية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وأنت وقفت على واشربوا، يعني أبحت للآكل والشارب أن يأكل ما يشاء، في حين أن الآية القرآنية تقيد الأكل والشرب، تحدده، يعني تقول لك كل، أنت مباح لك أن تأكل ومباح لك أن تشرب ولكن لا تسرف. فكان كلمة واحدة كان يمكنك أن تتحمل وتكمل النص حتى يكتمل المعنى. الله يبارك فيك، إن شاء الله على المسابقات الأخرى أو على القراءات الأخرى نستمتع بتلاوة متكاملة معنا ونغما وصوتا. الله يبارك. شكرا جزيلا لكم. أستاذ عماد رامي، لكم الحديث. حياكم الله أخي. المرة الحمد لله بيضت أكثر من ذيك المرة، المرة أفضل. يعني تجاوزات بسيطة باختيار العلامات الموسيقية بين المقامات، يعني شغلات بسيطة نقدر نتلافاها بقراءات تانية. شاء الله. بارك الله فيك ويعطيك العافية. شكرا لكم. الشيخ محمد عصفور، تفضل. الله حبيبي شيخ خوي الكريم إياد، حياكم الله شيخ. يعني شهادتي فيك مجروح. الله خلينا ياك، الله يبارك فيك. وهذا لأنكم أهل سوريا، أهل العلم وأهل الإقراء بالأصل. الله يبارك فيك، الله يبارك، استغفر الله. والله من عليكم بمقرئين لا حصر لهم. أي والله، الحمد لله، الحمد لله. وما أقوله الآن أنت تعرفه، أنا على يقين أنت تعرفه وتلقيته، ولكن لعل مقام التسابق أو مقام الأنغام أو هكذا هو الذي يعني جعل هاي الهفوات. نعم أكيد. فالهفوات اللي وجدناها تكاد تكون كلها خاصة بأزمنة الحروف وأزمنة المدود وأزمنة الغنى. الله يجزيك. أما من جهة المخارج والصفات والفصاحة وكل هذا جيد، أما هي مشكلة أزمنة فقط. حاضر. إما اختلاس وإما تمطيط. حاضر. سواء في الحرف الساكن أو في المدود الطبيعي. حاضر. وميزان القراءة، ميزان القراءة هو المد الطبيعي والحرف الساكن. إذا ضبط الاثنين، إذا ضبط الاثنان فيعني القراءة بطبيعتها تخرج موزونة. نعم. فأرجو الانتباه لهم، وطبعا المواضع كثيرة يعني موجودة أمامي وأنا أخذتها بشكل عام. الله يجزيك خير. فلو عددتها لك كثيرة يعني، لكن انتبه بشكل عام المد الطبيعي والحرف الساكن. حاضر حاضر. وفقك الله لما فيه. الله يبارك فيك. شكرا لكم. سيد كريم موسوي، أسأل الله لكم العافية، تفضل. حياك الله، كنت طيبا. أنت هم مهضوم وهم متواضع، يعني أنا أحس هالخلق هذا مؤثر حتى على تلاوته. هكذا هم أهل القرآن. يعني أنت حتى من تقرأ حساب يعني متواضع، فالتنغيم والصوت شوية يريد ما أدري شو أسميها والله، خاطر يعني ترتاح لك أو ترتاح لأنا. فالله يسترك إن شاء الله، والله يوفقك. أنت هم ترتل يعني عندك أو إمام مسجد. نعم إمام مسجد. أنت نعم. إمام مسجد. نعم. وهاي يعني أنا ماني اشتبه، هي هاي مبينة يعني. الله يبارك فيك. شكرا لكم. سيد حسنيا، رأيكم. شكرا جزيلا أستاذ محمد، شكرا إياد. حبيبي. خطوة عزيزة أنه نلتقي بكم في جائزة العميد من سوريا الحبيبة، سوريا الصابرة. احنا كل نحب كل سوريا تقريبا. ايه ما عدا
ولا عدا طبعا ما عدا استاذ عماد تسيد على لا لا عن جد عن جد ما عدا استاذ عماد لانه نحبه جدا كثيرا وفوقها يعني جواب الجواب اي نعم جواب الجواب نعم فانا اطلب من السيد كريم واستاذ عماد نعم واحد يرد على كلاهما واحد اتجه الى السيدة زينب طلع البدر علينا من ثاني فيضه عم البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله دعا كل أنوار السماوات تجلت نعم طيب بابنة الزهراء عليك الحور حلت فهي زين الأب وأخت الحسنين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا حتى بلغت سماء الله صلى الله عليه وسلم لا يطار لها أيوه على جناح ولا يسعى على قدم نعم حتى بلغت سماء عليه لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد ها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الله الشكر علينا ما دعا لله داع البعد صبر يبعث الأمل إلا يا أيها البدر الذي كملا نعم دعا
تفديك عين محب أنت ناظرها يا رسول الله. وكيف لا عنك قد رحلا يا قرة العينين، إن البعد أسقمني وقرب الموت مني والأجل. يا ليت لي نظرة يشفى بها سقمي من ناظريك وتشفي الداء والعللا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقا هي دقائق كانت مسك، وكيف لا حينما نكون ما بين القرآن وما بين هذه الحناجر التي تصدح بحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم.